نعطيك واحد البسبوسه. اي تفضلي. عندنا فيها جوج بيضات، عندنا واحد كاس ديال سنيده، عندنا كاس ديال الحليب، عندنا نص كاس ديال الزبده، عندنا جوج خمارات، وعندنا جوج كيسان ديال السميده الرقيقه. هاد جوج كيسان ديال السميده الرقيقه كاس كيبقى عادي وكاس كنحمرو في مقله. يعني كيولي عندنا كاس عادي وكاس محمر ديال السميده. عندنا كاس ديال الكوك، واحد قشره ديال الليمونه. من طبيعه الحال التخليط عندنا البيض كنضربوه مع سنيده مع الزبده والحليب، كنضيفوا الكوك والنواشف المهم هي الاخيره. كنديروهم في قويطات على حسب الرغبه، وكندخلوهم للفران. ملي تيخرجوا كنكونوا موجدين واحد السيرو من قبل يكون بارد، فيه جوج كيسان ديال الماء، كاس زائد كاس ديال سنيده، وواحد طريف ديال الليمون. كيغلي لنا واحد 7 دقائق وكنخليوه حتى كيبرد، وكنسقيو به البسبوسه ديالنا. من بعد كندهنوها بالناباج وكنزينوها بالكوك محمر ولا الكوك ايفيلي على حسب الرغبه في الزين. الله يعطيك الصحه اسماء، تبارك الله عليك. ربي يخليك اختي، بارك الله فيك.